السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة 3 غرف صالة في منطقة يمرة كاشستو، مساحة الشقة 190 متر مربع. احنا الآن في الدور التاسع، شقة رقم 23. ندخل نشوف الشقة. أول ما نجي هنا المدخل، على اليمين على طول الصالون، ما شاء الله تبارك الله مساحتها واسعة وشرحة. نجي نشوف إطلالتها من الصالون، عندنا هذه الإطلالة من الصالون، نجي عندنا هنا على اليمين على طول المطبخ، طبعا زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. ولها بلكونة مشتركة ما بين الغرف، طبعا هذه البلكونة وهذه إطلالتها. والآن نشوف مساحة البلكونة، عندنا هذه مساحة البلكونة مشتركة ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية. نجي نشوف الغرف، عندنا هنا الغرفة الأولى وهذه الغرفة الثانية. عندنا هنا دورة المياه الأولى، دورة المياه الثانية والبانيو، نجي نشوف غرفة النوم الرئيسية، عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية طبعا نظام التدفئة تدفئة مركزية، ومنطقة كاشوس معروفة بأنها قريبة من الخدمات وقريبة من المطار ومن جواهر مول ومن ميدان طرابزون. تبعد عن المطار تقريبا مسافة 10 دقائق، وعن ميدان طرابزون 15 دقيقة، وعن جواهر مول تقريبا 5 دقائق. منطقة حيوية، منطقة فيها جميع الخدمات، والشقة داخل مجمع سكني. عندنا في المشروع جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مواقف سيارات، وعندنا هنا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية مع البانيو. طبعا زي ما قلنا مساحة الشقة 190 متر مربع، الدور الثامن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.